بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللي آمن. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. No escape. أوكر ريفيوش، ما عندك حتى ملجأ. القبضة قبضة الإله تعم الكل، المخلوقات كلها في قبضته. كانت سماوات ومجرات، ولا كانت الكترونات وما دون ذلك، كلها تحت حكم ربها القدير. والله غالب على أمري في كل الأمور. تحبوا لا تكروا، الله غالب، وإن لم تروا وتحس به وتصدق كلامه أو تتبع رسله الكرام عليهم السلام، لا يعني اللي أنت حر تعمل اللي تحب وتفكر كما تحب وتحسب كما تحب. وحنعرفه في العامية اللي يحسب وحده ويظل. إذن أنت معرض للخطأ، وأهل القرآن يقول لك في خطأ عظيم. هذا مش يكلف بالك في آخر زمانك، الدنيا كلفة صعيبة، تخلص شوية من إجرامك. هذا راح للمؤمنين، مش كل وإحنا ملائكة نغلطوا، لكن ربي عجلنا بالعقوبة ربما باش ما يحاسبناش يوم القيامة. ما لا كما تقولتي لا تمرميد العام، يوم الحساب ما باش تمرميد، اللي يناقشك الحساب باش انت ما توصلش لك النقاش هذاك، يبدا يحاسب فيك ويعين لك اجراماتك وتكذيباتك. ما عليك كان تكون مسلم امرك لله تماما، مش مسلم بالفم وباللباس وبالألقاب والنياشين وصول الجنات والعمال الحرام والجنس حرام. لا، الإسلام أن تكف عن استعلائك على دين الله وتقول اللهم إني سلمت أمري لك تمام التسليم. هكذا تكون مسلم قولا وفعلا. ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن موقر في القلب وصدقه العمل. أنتم وينكم؟ أعمالكم من روفية تخرب في تونس غير تونس. أعمالكم لا محمد يعملها عليه السلام، ولا عبد القادر، ولا عبد الصبور، ولا حد ما عنده قدرة باش يفرجها. ما عليك كان انت تفكر في مصيرك وحدك. حاليا انا من يشقى انا ان تحاسب بقعت كل شابة معلقة من كراحة كله، وألا تزر وزيرة وزر أخرى. انت عملت الجرمانات، حمل تبعات ذلك الإجرام هنا وهناك، واللي خلا شوية من الدنيا وبعد قاصة آخر أيامته فيها وبعد في القبور عنده حفرة خاصة به من النيران، وبعد يترسله بفردة في الآخرة يظن لي ما عندوش عقل هذا. لكن مش ما عندوش عقل يصبح غير مسؤول، لا، ما عندكش عقل يحسب الحساب الصحيح اللي أتى في القرآن وأتى في الكتب السماوية التي سبقته قبل أن تحرف. نعود إن شاء الله تعالى.